المفيد معالجة النواحي الجسدية لتساقط الشعر، وأيضا معرفة جميع المعلومات الخاصة لعلاج موفق. الإنسان ديما في الخدمة في الحياة ديال يوميا كيقدم الوجه ديالو، وكتجي شي شابة ولا شي شاب اللي الشفر ديالو طايح في الخدمة ديالو ولا في المجتمع كيكون شي شوية معصب، الناس كيسولوه شنو عندك، مالك، واش وقع لك شي حاجة، واش كليتي شي توكال ولا شي مرض فيك، وما كيبغيوش يسلموا عليه ولا يبوسوه ولا المهم كيحس براسو هو مريض بعدا بداك هذا، وعنده حتى داك المجتمع كيردو حتى هو كيزيد هذا كيأثر عليه. لهذا كاينين هذاك غير هاد الادويه ديال هذاك اباز دو كورتيكويد ولا ادويه وحدين اخرين، لان ما كاينش غير لي كورتيكويد، كاين واحد الطريقه واحده اخرى ديال هذاك ديال الادويه هي راه داهمو بيغمونطاسيون. كاين واحد الطريقه اللي كاين الناس متخصصين في هاد الحاله اللي كنصيفطوهم عندهم وكيقدوا لهم الشفار ديالهم. الوشم هو وضع علامة ثابتة في الجسم، ويتم ذلك بغرز الجلد بإبرة خاصة، ثم وضع مواد معينة ذات ألوان على ظاهر الجلد بعد تجفيف مكان الغرز. المكياج الدائم هو ce sont des pigments de synthèse. Donc c'est dernière génération de pigments, c'est les meilleurs au monde. Hypoallergénique, ISO, CE, يعني مستعرفين بهم في FDA, la Food Drug Administration aux États-Unis, عندهم l'ISO, le CE في فرنسا، وماشي مضرين للصحة، ولونهم يكون خفيف ويبهت. و سي بور سا كاين الحصات، دونك نخدمو حسب لون الجلده ديال كل واحد وحسب لون شعره ولون عينيه، وكاين بزاف الالوان وحسب لوكا ديال كل وحده نخدمو لها اللون. وشم الحواجب هي وسيله من الوسائل العصريه التجميليه التي يلجأ اليها العديد من النساء لتعويض ما فقد باي سبب من الاسباب الضاره. بزاف العيالات ما مرات للاسف يكونوا صغار في السن بعد امراض تكون على كوز دو ستريس ولا ايريديتير كيضيعوا حواجبهم، دونك يكونوا في واحد لا فاز ديال الوبيسي توتال، ما عندهمش لي بوال ديال الحواجب، سو كيفي كيروحوا يشوفوا الاختصاصيين ديال الجلد لي درماتولوج، ولي درماتولوج هما لي يصيفطوهم لي باسكو ما عندهمش للاسف بور الوبيسي توتال او بارسيال تريتمون لي يخلي هذاك الشعر ديال الحواجب يرجعوا. وكاين ثاني اللي مثلا عندهم فيتيليغو في الفم ولا محرق فمهم ولا دي سيكاتريس في الفم ولا اللي عندهم ايزون ايتي اوبيري سويت ان بيك دو ليفر، كونت اون في شيروجي دو بيك دو ليفر الفم يكون كله معوج. الخدمه ديالي الخصوصيه ديالي انه نرجع لا فورم ديال الفم كانه ما كانش عندها ولا عمليه جراحيه في فمها. طبعا بعد ما لي شيروجان استيتيك صاوبوا خدمتهم انا نسالي نقاد لها فمها بلون فمها. الوشم ظاهرة منذ عدة قرون في جميع أنحاء العالم، واعتبر وشم الوجه نوعا من العادات والتقاليد، أما حاليا فهو وسيلة للتجميل. يتحرقوا في وجههم قريب على فمهم ولا عينيهم ولا حواجبهم كيف دونك ندير لهم حواجبهم ولا عينين ديالهم ونعاود نقاد لهم فمهم. ثاني اللي عندهم لا يستر مرض السرطان دونك سويت ان شيموثيرابي امبورطونت دونك اوبليجي بيان سور دو فير اون ابلاسيون او نيفو de la poitrine donc كتولي ما عندهاش هذيك لاغيول كتحيد دونك لي شيروجيان كي داويهم يصيفطوهم لي باش نعاود لهم هذيك لاغيول مامير باش الامراه تحس يعني انه نفسها امراه وبسيكولوجيكمون سي تري امبورطون يعني باش ترجع لها النفسيه وترجع لها انواع الوشم مختلفة، وقد تكون للتجميل او الاستعمال الطبي او دلالة لمكان تواجد الورم وللتزيين كحلمة الثدي. دابا عندنا القاعدة حنا ملي كتكبر شوية البنت كيوشمو لها، هذيك هي القاعدة باش تزوج. دونك انتي داروا لي كنتي صغيرة باش صغيرة زعما باش هذه هي قاعدتنا حنا. ياك وكبرتي بيه؟ ملي كبرت بقيت كنعرف سمعت حرام وبغيت تحيدي. المادات اللي نستعملوهم للدي تاتواج باش نزولوا الوشام يكون في الحواجب ولا الوشام ديال الحاجات ولا التاتواج ديال الجسم، دونك هي عبارة عن كريم ou la composition de la crème هذه ce sont des molécules molécules alimentaires et cosmétiques يعني اللي نستعملوهم في اي ماده ديال كل يوم يعني ما عندها حتى اثر على الصحه اي اوكين كونتر انديكاسيون ما تحرق ما والو سوف الدور ديالها انه كتمص هذاك البيغمون كتخرجوا على برا.
أحيانا يمكن إزالة الوشم عن طريق الليزر كليا أو جزئيا. كنشوف بزاف الحالات اللي عندهم مشكل ديال الحجبان، خاصه العرايات ماكياج، كني كنبغي نخدم ليهم كنلقى عندهم مشكل في الحجبان. كيكونوا دايرين تطواج كيكون حجبانها زوينين جايين معاها، كتمشي كدير تطواج فين ما قال ليها راسها فين ما كان، ما يعني ما كيجوش معاها. كيجوني حتى انا، تيجيني حتى انا مشكل في الخدمه ديالي، ونفس المشكل كان عندي حتى انا، كنت دايره حجبان غلط. وملي سمعت بهاد التقنيه اللي دابا جيت درت جوج ديال الحصص، وراه بداو كينقصوا ليا، وكنصح زعما من الاحسن بنادم ما يمشيش عند اي واحد يدير تطواج، يدير شي حاجه اللي ما غاديش تجي معاه. الماكياج دايم كاين مراكز خاصه اللي متخصصه وماشي عشوائيه، لان كاين بعض التتواج اللي هو العشوائي او الماكياج العشوائي تيخلق بعض المضاعفات. من بين المضاعفات اما التهابات، لان خصنا نعرفوا ان الجلد ديال الجفون ديال اللي قريبين الحواجب من بين الجلد اللي هو ارق في الجسد وحساس جدا، ان اي حاجه يمكن تقيسوا ماشي هي هذيك يمكن يخلق حساسيه او التهابات. من الافضل استعمال الوشم تحت اشراف طبي لانه قد يحمل مخاطر صحيه وخيمه. لي بيغمون اللي نديرو بهم الماكياج الدائم ولا ديرمو بيغمونتاسيون ريباراتريس، يعني نصلحو بها وحده اللي ما عندهاش الحواجب ولا عندها سيكاتريس ولا ما عندهاش هذاك لاغيول في لسان ديالها. دونك سو سون دي بيغمون دو سينتيز، باسكو افون اون يوتيليزي دي بيغمون كونتونون دي موليكول اورغانيك، هذاك كانوا مضرين للصحه. ومن بعد داروا لنا دي بيغمون مينيرو، دونك احسن من الاورغانيك، مي هادو كانوا يتحيدوا دغيا يعني بسرعه. وهاد ثلاث سنوات خرجوا ماده جديده يسموهم بيغمون سينتيز، خداو المزيان ديال الاورغانيك والمزيان ديال المينيرال، ولات بيان سور طبيين وايبو اليرجينيك وايزو. تطور وسائل وضع الوشم او ازالته يخفف من حدته بطريقه صحيه وسليمه. إذا دمو بيغمونتاسيون كتعطي واحد النتيجة حسنة وكتريح المريض، عاوز يصيب البلاصة ديالو في وسط المجتمع ويقدر يعرض الناس ويشوف، وما يبقاش إنسان يسولو شنو عندك في الشفر ديالك ولا علاش الشعر هذاك ديالك هذاك خوالك من بلاصة. حنا كنسميوها التونيا، وهي راه ما عندها علاقة لا بالتونيا، لأن التونيا مرض فيه عنده علاقة مع جراثيم، وهذه راه ما فيها لا جراثيم، هي كتكون حالة نفسية ديال الإنسان، دي حاله نفسيه. وكاين الناس ماشي غير الشفار ولا الشعر ديالو كيخوالو، راه حتى الناس اللي كيكون عندهم اللحيه كتخوالو، من بعد كتشوفوا بعض الناس كتكون اللحيه ديالهم فيها بعد بقع خاوين، حتى هي نقدروا هذاك حتى ملي كيكونوا دوك البقع صغيرين، ماشي ملي كيكونوا كبار كيكونوا بقع صغيرين، كنقدروا حتى هما هذاك نعالجهم بهذا لا ديغمو بيغمونتاسيون اللي كتعطي واحد النتيجه حسنه. يستخدم الوشم الطبي كحل من الحلول لاسترجاع ما فقد أو لإخفاء العيوب كي لا يشعر الشخص بأي نقص في شكله. الحواجب تساعد على تغيير ملامح الوجه، كما أن لديها فوائد صحية لأنها تحمي العين من الضرر. حالة ديال الناس اللي كيجيونا الحجبان ديالهم كيكونوا طايحين لهم ولا الشعر ديالهم كيكون خاوي لهم، حالات كثيره كنشوفهم، تقريبا كنشوفوا جوج ثلاثه ديال الحالات في الاسبوع تقريبا. وهاد الحالات عندهم واحد العلاقه مع امراض كتكون كثيره، وعلاقه مع بعض الحالات ديال الاعصاب، الناس اللي كيكون عندهم واحد المشكل ولا شي ازمه وقعت لهم الشعر ديالهم كيطيح لهم وحتى الشفر ديالهم كيطيح لهم. السبب الرئيسي التساقط اللي كنشوفوا في الامراض الجلديه هو داء الثعلبه او ما يسمى بالدارجه تونيا او لا بولاد. اما تيكون مصحوب بسقوط الشعر، فهنا الامور كتكون باينه، واحيانا تيخلق واحد المشكل ديال التشخيص ملي تيكون فقط الحواجب اللي كتكون ساقطه. ولكن ملي كيكون السقوط مثلا ديال الجفون مع الحاجب، فهنا يعني 90 100% تتكون داء الثعلبه.
نجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تساقط شعر الحواجب والرموش، وقد تكون أيضا مرحلة الراحة الطبيعية لنمو الشعر. السبب الثاني هو شيخوخة، خاصة بعض الناس كتكون شيخوخات كشيخوخات الحواجب والشعر بصفة عامة. والسبب الثالث هو هذه خاصية ديال النساء، وهو هذاك النتف والإزالة الشعر يعني بطريقة مفرطة. وكاين سبب ثالث آخر وهو ديال الناس هذاك، إذا السبب معروف أنه ما كيخلقش مشكل، الناس اللي كيكونوا لا شيميوثيرابي بالنسبه للسرطانات متعدده، ولكن عامه بعد لا شيميوثيرابي الامور كترجع للنصاب ديالها. هذه كتسمى سقوط الحواجب يعني او الشعر بصفه عامه، ناتج عن المواد الكيماويه او المواد الصيدليه. وكاين بعض الامراض الجلديه، كاين مرضين جلديين وبالاخص الاكزيما الوراثي اللي كتسمى الديرماتوتوبيك اللي كتكون من الطفوله. كاين مرض اخر اللي خص الواحد يعرفه وهو ديال الامراض الباطنيه وديال الغدد، وبالخصوص الغدة الدرقية، القصور في الغدة الدرقية. من أهم أسباب تساقط شعر الحواجب العامل النفسي الذي يعرقل مرحلة نموه من جديد.